عشان كده الطلاب مش هيعرفوا يمارسوا نشاطاتهم جوه الجامعة، مش هيعرفوا يقولوا الحاجات اللي هم عايزينها، سواء كان عن حفلات، عن حاجات دعاية، مناسبات، مسابقات عن شعر، موسيقى، رحلات، اللي مش هيعرفوا يعبروا الطاقة اللي عايزين يعملوها مش هيعرفوا يخرجوا. أنا بقولك إن القرار مش فارق معايا، يعني أنا الاتحاد عندنا في الكلية مش موجود، يعني احنا حتى ما نعرفش المقر بتاعهم فين، المقر بتاعهم دايما مقفول وما نعرفش عنهم أي حاجة، بس فهو القرار مش فارق معايا قوي. يعني هو أنا ضد الرأي ده أو ضد القرار ده، لأن أكيد اتحاد الطلاب يعني بيشوف مشاكل الطلاب عاملة ازاي، بيحاول يحلوا، بيحاولوا يعرفونا مثلا الكلية اللي احنا فيها عاملة ازاي، يعني يحاولوا يعرفوا الناس الجداد اللي هم زينا في الأولى مثلا الأماكن اللي في الكلية، يحببونا فيها كده. يعني مش شايفة انه قرار كويس. مش مع كده بصراحة، لأن الاتحاد ده كان بيفيدنا كتير، كان بيسهل علينا حاجات كتير أوي. حاجة أساسية مهمة جدا بالنسبة لكل طالب، لأن هو يعني هو بيوفر له ان هو يجيب حقوقه لو راحت، ويوفر له كمان شويه مميزات، وان هي الانتخابات دي بتعمل على ان هي بتجمع اراء الطلاب بيحددوا منها يعني مميزات يعملوها، ولو في حق ضايع عليه بيروح لوكيل الكليه او العميد ويحقق له، من غير ده مش عارف ياخد حقوقه، ممكن يتظلم في الانتخابات. كابتن حريات. هو المفروض ان كان في انتخابات السنه اللي فاتت؟ يعني كان في انتخابات وهم مش موجودين، مفيش انتخابات برضه مش هيبقوا موجودين، فرقتش كتير. هو انا يعني شفته في اول السنه خالص، بس بعد كده ما بقتش اشوفه قوي، لان انا دخلت المسرح وكده. بس اللي انا شفته في الاول هم ناس كويسه، يعني اكيد ليهم فوائد كتير قوي في حياه الطلاب، لو مش في حياتي انا ممكن يبقى في حياه ناس كتير تانية غيري. يعني كان الحاجات مثلا اللي كانت بتنزل في جروب عن النت وكده كان بيساعدنا، لو حد ما بينزلش الجامعه ولا كده فده كان بيساعدنا. يعني ممكن يكون سبب بسبب مفيش وقت او الامتحانات، او رمضان قرب فعايزين يخلصوا بدري، فهم مش عايزين ده مش عارف.